الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأهل الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عانيت لبنتي فاطمة آدم عيسى محمود، هي مريضة من 2016 استصابت بهذا المرض وعانينا، مشينا في ولاية جنوب دارفور اللي هي نيالا، مشينا للمستشفى التركي، رقتنا فيه شهر بنعاني في هذا المرض، وقال المرض ده فيه التهاب بين الكبد والكلى، وحولونا للعاصمة الخرطوم. بعد ما جينا الخرطوم عملنا الفحوصات، طلع المرض انه هو تليف، الله اعلم، ما قدر يحددوا انه التليف ده حصل من شنو ولا كيف مبادئه. فقال لنا الدكتور انه تاخذوا الحبوب دي لمده شهر او شهرين تجونا راجعين للمقابله. نحن جينا المقابله مره ومرتين والثالثه، فقالوا لنا هذا المرض لا ينزاه الا عن زراعه الكبد. فنحن قلنا وين زراعه الكبد؟ هل في السودان؟ ام في دوله خارج السودان؟ فقالوا لنا في دولتين، يا مصر ولا الهند. فنحن طبعا الهند وقت ذاك فيها كورونا، يعني ما قدرنا انه نتحصل نجي للهند، كان صدقوا لنا في مصر. بعد ما سمينا انه الهند بدأت في المعالجة والحمد لله، يعني الكورونا بقت ما فيه، ونحن رجعنا للخمسيون الطبي، فحول لنا من مصر إلى الهند. فقالوا لنا الهند في مستشفى مانيبال، جابوا لنا 3 سقف من المستشفيات اللي هي كان في الهند، فنحن اخترنا مستشفى مانيبال بالذات، انه اخترنا المستشفى مانيبال عن طريق محمد الطيب بالخرطوم. فقال لنا هذا المستشفى تمام وفيه دكتور ممتاز، وهو الألواني، دكتور شارندل الألواني. فنحن ما بنعرفه، وقلنا نحن ما بنعرف هذه المستشفى ولا بنعرف حتى الدكتور. فوصانا قال لنا تمشي بتلقى محيلم ام مصطفى السوداني ام حيلم، وهذا المترجم اللي هو يدلكم على هذا الدكتور ويجيب معكم لحد تعمل العملية وتلك. والحمد لله انه بعد ما جينا استقبلنا استقبال حار وسمح جدا، وجابنا لكل عملنا الفحوصات. انا جيت المتبري الاول، فالكبد حقي طلع فوق دهون ما بستهيف انه شنو ندي الطفلة بتاعتي لبنتي فاطمة. جات امها طلع الكبد صغير، نصه كبير ونصه صغير. الدكتور قال لا، ما بنقدر نحصل عشان نشيل من الكبد ده ونخلي، لا يمكن. فعملنا التليفون لأمها في السودان وخالها اللي هو ابن خالتي صدام علي عبد الله، وهو المتبري الثاني. والحمد لله بعد ما وصلوا الهند، فإن جو الحمد لله طلع أمها اللي هو مليخ بالكبد عشان يعطي بنته فاطمة آدم عيسى محمود، والحمد لله أعطاها الكبد وطلعت النتيجة نظيفة وطلعت العملية الحمد لله. فاليوم من المريض وهذا البنت الحمد لله اليوم بقت في نعمة وفي خير. نشكر الدكتور شالندر العلواني، ونشكر كل المترجمين الموجودين هنا وكل الممرضين في المستشفى، جزاهم الله خير وإحسان، ومن ضمنهم الفريد رشيد اللي هو المترجم من أبناء الهند، وهو استقبلونا استقبال حار، وللآن نحن بقينا جزء لا يتجزأ من الهند. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير،
وإحسان، إن يزيدكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.